كان في الميكانيك يقول الدفاع تاعو ماشي هو ماشي هذاك مزور لا هذاك الفيديو قال لهم اولا خصنا تقول التاريخ تاع الوقائع فلا كان قبل 2016 ما يمكنش تطبق بها ترجعي وثانيا راه اسماء الحلاوي كتقول له توحشتك راه تقول له كذا عندك تقلب عليا يعني السيده باغيه كاين الرضاعيه بمعنى انك تناقش فيديو موجود باللي كاين هو حقا لا راسته واحد الوقت كان يود المغرب ولا يود شي دور ماشي هو هذا قلنا هذا راه التليفون الكلام كله تقلب ديك ماشي هو مزور وماشي ديالو الان ولا يناقش وقائع الملف خصك تثبتوا لي باللي قبل واكثر من هكا قال لهم المحكمه ممكن تعيد التكييف ولا يناقش اعاده التكييف بمعنى ان واحد النوع من الاقرار بالوقائع وبالفيديو مبطل ما نقولوا الصراحه ولكن غادي انا اظن بما انه تواجه بحضر تصريحاته امام الضابطه منين قال لهم منين شاف فيديو وقال لهم قالوا السؤال واش هو انت في فيديو قال لهم ودي انا تحفظ على الجواب ومراها انا قال سخف قال لهم ما قديش جاني الارق بعد ما شاف ضغطوا عليه قالوا شوف هاد شويه يعني من قال لهم انا في يوم 23 قال لهم في 23 ما غنشوفش الفيديوهات وهما ما عرف محلهم حتى 24 قلنا له باش عرفت بلي فيها الفيديوهات تاك ديسك دور وانا صرفت تشوفهم تقول لهم جيبوا لي المصدر ديالهم واشوفوا بعد عاد قلب على المصدر لا حتى نعرف الوسيله شوف شنو فيهم ويخدو يكون فيهم شي حاجه تفيدك بمعنى في هذه الحاله انك انت عارف شنو كاين في الفيديوهات على الشيء امتنعت وقلبت السبب حول شرعيه الدليل الان الهضره كلها تقلبت دار واحد الملخص لمرافعات الدفاع وحاول يجاوب دار ملخص ماشي كي واحد عنده حق اول القانون كيقول يا هو دفاعه الدفاع تاعو خدر كلمه والرئيس تجاوز عطاه اذا قال له اذا كان شي اضافه فاذا به استغل داك الشيء دار ملخص منذ البدايه وبدا يجاوب على الاسئله والدفوع اللي ترناه اللي كانت منتجه ولا سيما اللي طرت في التعقيب وكان واحد النوع من الاعتراف مبطن اللي كان يقول لك واخا شوف داك الفيديو اعطيني الدليل بين داك الفيديو قبل قبل مورا 2016 ولكن راه الكاميرات الفيديو راه فيه التاريخ لكن راه يقدر يكون مبدل ثبتوا لي يقدر يكون التقادم اذا كانت جنحه راه فيها التقادم وإذا ما كانت جنحه ما يمكنش تلقاو سيفا ترجعي دونك خصني التاريخ ها واحد النوع من الاقراب للوقائع كيقلب على التقادم انسان مش يقول لك اودي تقول له انت راك سرقت يقول كاين التقادم هذا اقراب السرقه وكيقلب يتفك بالتقادم مزيان كيقول لا وشوفوا ذاك الفيديو هذيك اسماء الحلاوي كتقول ذاك الشخص ما بغاش يقول هو كتقول له وعندك تقلب عليا بمعنى هي باغيه كتقول له اشتقت اليك معناها توحشتك إن راه باغيه دابا انت واش هو انت اللي في الفيديو ولا ماشي هو انت الا ماشي هو انت اش داك لذاك الشخص وتجاوب عليه وتحل محله وإلا انت دافع على نفسك وقال المحكمه راه ممكن تعيد التكييف زعما فساد او خيانه زوجيه وإلا عاد التكييف انطحوا في شي ربما كاين تقادم في شي حوايج ولكن التجارب البشر ما كاينش وبغى يقرب الفيديو بغى يناقشوا انا اللي كنقول لك هذا ماشي ديالي ما ندخلش معك في التفاصيل